أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم صدق الله